فائدة إظهار الفقر لله تعالى وإظهاره بالحال والمقال. انظر إلى دعوة موسى عليه السلام لما خرج خائفا يترقب وجاء إلى المدين وجد أمة من الناس يسقون، سقى لهم، وهذا نوع من الإحسان للمرأتين، ثم تولى إلى الظل. ماذا قال؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما أظهر افتقاره إلى الله تعالى وحاجته إليه جاءه كل ما يؤمله، بل فوق ما يؤمله. أول ما جاءه الأمن، فقص عليه القصص، قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أول فائدة حصلها. ثم العمل، إني أريد أن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. جاءته الوظيفة وجاءه الزواج. بعد هذا جاءه النور المبين، جاءته النبوة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، جاءه الوحي من رب العالمين. كل هذا نتاج إيش؟ إعلان الافتقار إلى الله تعالى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.